عملية تطهير عرقي في تل تمر بالحسكة بعد تعرض بعض أفراد الأسر العربية التي تعيش في الأحياء ذات الأغلبية الكردية للقتل، ما دعا العشائر العربية لإطلاق نداءات للوقوف على ما يحدث في هذه المدينة. جماعات البيدي المسلحة المعروفة باسم لجان الحماية الشعبية الكردية تقوم بإحراق المنازل بهدف إجبار العائلات العربية على مغادرة هذه الأحياء وتخويف غيرها من الأسر وتدمير ممتلكاتهم وإحراق محالهم التجارية. النداءات تحدثت عن وجود عشرات العوائل النازحة الآن من تل تمر إلى قرى الغيبش وتل نصر وتل فويضات وغيرها، وهم موزعون على مدارس القرى المجاورة مثل ما هو الحال هنا حيث تفترش النسوة الأرض. وليس هؤلاء النسوة فقط من عشنا مع أعمال إرهابية، فقد تواردت شهادات تدين عمليات قام بها عناصر البي دي حتى من النازحين إلى المدارس تعرضوا لعمليات تشبيح تحت غطاء التفتيش وآخرون من بيوتهن. اهجموا على الحارة الساعة 2 بالليل، طالعوا النسوان اللي ناس لابسة ناس مي لابسة، صفوهن على هالحطب، قال ألا بدنا نفتشن وبدنا نذبحن وبدنا دي مرة. قالت أنا ما أقف على الحطب، قاموا جرها من هدومها كشف هدومها وصارت الصيح، وقاموا يضربونه بالرصاص برجليهن الرصاص، وأخذوا زلمهم كلهم وراحوا على المحطة. وين ودوهم ما نعرف، وأشتلوا زلم من بالبيت وهانوهم بلا سبب. يعني عشرات الأكشاك التي كان يقتات منها الفقراء تعرضت للإتلاف وسرقة بضائعها، إلى جانب تعرض عائلات بالكامل للتهديد بالقتل ومحاولات القتل التي لم يسلم منها حتى هذا الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تعرض لإطلاق ناري عن طريق قناص. يقوم يضربوني بالقناصة وأنا على موتوري اللي زدت حالي بالقاع، والله سبحانه وتعالى نجاني. يحتجون يقولون والله هذا ما يعرفك، هذا من الجبل اليابكة إجابوا عليه علاقته بي بتلتمر. أبناء العشائر العربية تحدثوا عن وجود مخططات تعمل على تفكيك المنطقة وخلق صراعات عشائرية وعرقية للاستفادة منها ونسف حالة التعايش الأخوي التي تعرفها هذه البلدة، داعين المعنيين للعمل على نبذ العنف والعودة للتعايش السلمي بين السكان، خاصة وأن حركة المجتمع الديمقراطي الكردية دعت العرب للعودة إلى ديارهم.